ايه يسوي جداول بلاش. جدول كثر مو خايس حتى بلاش ما اخذه. يعني حتى بلاش ما بدك تاخذ الجدول. جدول حق العموم. للحين عندهم هذا المخ الحمار. مش ممكن الجو للحين رطوبة. بدي شهر 12 شباب اللي يمون على رشته يكلمه والله. إذا زعلان شيء نراضيه والله نراضيه. ما يصير للحين صيفي. للحين صيفي بحياتي ما كان للحين صيفي. كل مرة لابس شتوي الحين. شنو هذا؟ تفاحة قديمة أبو حميد. توقعاتي السعودية إن شاء الله يفوزون. ما أحب أتوقع الله يخليك. أهم شيء إنه يفوزون. توقعاتي المكسيك تفوز. يا فال الله إيش فيك أنت؟ تفالوا بالخير تجدوه. إيش فيك؟ إيش فيك؟ كذي ماك فايدة. نبي الربع العرب كلهم تونس والمغرب البطيخ كلهم تأهلون. احتباس حراري لازم. ماكو شيء اسمه احتباس حراري. هذه كذبة قاعد يعيشونك فيها. يعني هذه كذبة يعيشونك فيها. وموضوع السيارات الكهربائية لأن السيارة الكهربائية ربحيتها أكثر. هناك قطع أقل لتصنيع السيارة الكهربائية. لذلك تطلع عليهم وايد رخيصة يبيع لك اياها وايد غالي. فقال يقصون عليك يقول لك شيء اسمه احتباس حراري. ماكو شيء اسمه احتباس حراري. هذه الارض من الله خلقها لليوم من 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 الاف السنين لليوم نفس الشيء. ماكو شيء اسمه احتباس حراري. كل سنة ولك انا من ولدت والكويت حارتها 50 ما تغيرت لا زادت لا انقصت. 50 من اول ما انولدت ورب الكعبة. يقصون عليك احتباس حراري ما شنو. شيء يبيع لك سيارة غالية. السيارة الكهربائية تلوث البيئة أكثر من السيارة العادية لأن الليثيوم يكسرون حقه قارة كاملة حق بس بطارية سيارة واحدة. صار في معلوم كابتن ولا ما في معلوم؟ إذا ما في معلوم بسوي يقول عقانا. شيء يفيد الذاكرة عندك جي بي سي وعندك جينكو بالوبا. جينكو بالوبا والله جربته وايد حلو. يا أزلي يعني أنا ما أحب أسوي الحركة والله بس شو أسوي يعني التخطيط الشارع غلط مو مني الغلط. تذكر يوم دخنت بوري؟ إي والله عطونا الشباب زقارة كان يلف راسي كان أقعد على الرصيف. بس شنو المحاضرة بعدها صارت نار. يعني المزاج ناري كان. عاد كنا نقوم محاضرة بالتاريخ والله اعتقد يعني مستوى المحاضرات كلها بكل التخصصات. الحل مال شنو عندك قول. والله انا اسف اخوي او ما احب اسوي الحركة والله ما احب اسوي الحركة. شكرا. تونكت علي والله قاعد يعني شوف انا ما كنت بصراحة مسرج على المكمل هذا بس كنت قاعد مع اخوي شو اسمه محمد سعد وقعدنا نسولف واخذنا اطراف الحديث ومدح لي وايد. بعدها سرجته وقمت استخدمه حاليا بالبوست سايكل مع كل الكلاينتس الجدد او اي كلاينتس دخل بوست سايكل جديد. تونكت علي صارت أساسية بالبرنامج.
لك متغدي والله العظيم هني البامية واقفة مو قادر اتنفس مو قادر اتنفس. اخ ودي اشرب ماي عطشان ما اقدر اشرب، ما في مكان حق الماي. والله دورة صعب اخوي، تدري دورة تسوي لها يعني البحث مالها والترتيبات وانك تسويها بشكل كامل مع الباوربوينت وهذا شغلها 3 شهور، شغلها 3 شهور تقريبا، مو اقل من ساعة لساعتين يوميا، مو اقل من ساعة لساعتين يوميا، ممكن اكثر بعد على 3 شهور. المدخول مالها ما يساوي يعني ما يسوى المجهود اللي انت حاطه بالدورة. مشكلة كل هذا بعدين الكويت يقولك غالية غالية، الله ياخذك ان شاء الله الله ياخذك. فبس بطلت دورات صراحة، ممكن في مستقبلا بس حاليا لا، ما لي خلق صراحة. السعودية والمكسيك توقعاتك؟ والله ما ادري بس ان شاء الله تفوز السعودية، ان شاء الله تأهل كل فرق العربية. في الحين دورات اونلاين موجود، يعني عندك محمد سعد عنده دورات وايدة، محمد سعد بالتغذية الرياضية أفضل مني يعني مراحل، فتقدر تسجل دورات محمد سعد، يعني عندك خيارات يعني مطروحة اوريدي موجودة. ليدل بيرفورمر، ليدل بيرفورمانس، اوكي كنت اشتغل وياهم والله، يعني تقريبا 70% من قطاعي الصغيرة اطلبها منهم حق الفورد، بس هذيل جيجز ما عمري استخدمتهم، ما عمري يعني بصراحة اشتغلت وياهم، بس ليدل ممتازين جدا، خدمتهم ممتازة والسايت سهل ما في تعقيدات. اورال ترينابول والله استخدمه مع الكلاينت، هو تقدر تقول ان بين النفار والداينابول، اقصد على الريزلت يعني النتائج، حلو انه ما يتأرمط هذه شغلة وايد زينة، وكذلك جدا مايلد على الكبد هذه شغلة هم حلوة، ما عنده خصائص استروجينية هذه شغلة جميلة، فحلو دخله بسايكل سواء سايكل بالك او سايكل كات ما عندك مشكله. 30 ملي جرام باليوم جرعه كافيه. ليش ما اطلع لايف مع عده اشخاص؟ والله قبل كنا نطلع ايام الحظر قاعدين فاضيين وشي، طلعت مع شقير والله احلى وحده كانت مع شقير للامانه. طلعت مع منو بعد؟ أنا أذكر مات شقير لأنها كانت حلوة ولطيفة. عدا ذلك ما أدري والله. أيام الحظر كان الوضع مختلف تماماً، يعني حتى اللي يدشون اللايف أكثر، تفاعل أكثر، الناس أكثر، كان في أكشن وايد. الناس قاعدة فاضية، أكشن أقوى شيء. فكان يعني حلوة. بس الحين أنا أستخدم اللايف كأداة إني أوصل مشواري، لان انا غالبا ما اشغل اغاني وايد، فاقعد متضايق بالسياره بروحي شي صار ماكو شيء، فاشغل لايف سولف 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 ارجع. عرفت اخوي؟ كان في قضايا وايد. اي والله في قضايا وايد. انا رفعوا علي قضيتين، رفعوا علي قضيتين، رحت حق المحامية قلت لها يبا رافعين علي قضايا وكذا والاخري، قالت لي حرام تدفع كل قضية بروح يطلع عليك وايد، ليش ما اسوي لك؟ لا انا مرفوع علي 3 قضايا، ثلاثة ثلاثة ثلاثة.
لف قضايا رد حق المحامية قالت لي انت كذي بتدفع وايد فلوس، يعني كل قضية 2000 دينار مرفوعين عليك بتدفع لك 6000، ايش رايك اسوي لك باكج؟ قلت لها شنو الباكج؟ قالت لي 10 قضايا، 3 مرفوعين ضدك وانت ارفع 7 قضايا، عندك ناس 7؟ قلت والله دام رفعوا علي قضايا وانا مو مسوي شيء وما عمري رفعت على احد او فكرت ارفع على احد، خل ارفع الهيلق، كان ارفع 7 قضايا. رفعت 7 مرفوعين علي 3، ربحت 2 ملوت تشوتشو، واحدة خسرتها دفعت 425 دينار تعويض، 425 دينار هو دافع المحامي، محامية عنده محامية، هو دافع محاميته 2500 دينار، يعني هو ربح ماينس 2075. همار والله همار اقسم بالله. الثاني رفع عليه قضيتين ربعتهم 2 الحمد لله، وربحت من القضايا اللي انا رافعها واحدة 2 اعتقد 3 قضايا، اعتقد 3 قضايا ربحتهم، بس انا مو يعني مو مضحكني الا الحمار اللي اعطيته 425 دينار، مشكلة دفعتهم بلينك يعني ما رحت له لينك رابط دفع، ليش قضايا ما ادري شنو، خل الناس تقول رايها وهي مشكلة، يبونك ما تسولف ما تتكلم، يبونك كله ساكت. حلوة القهوة، انا قمت احب قهوة شو اسمه هذا ذا كوفي بين قمت احب قهوته والله وايد حلوة. ايفون اي والله. طبعا هو انت لما واحد يقول لك القضية المدنية تعويض 5000 دينار، هذا اعلى تعويض ممكن يحكمون فيه، بس ما توصل هالرقم، ما توصل هالرقم. كم سعر الباكج؟ والله ما ادري، بس دفعت، انا دفعت يعني دفعت لدرجة ان المحامية فتحت مكتب جديد. والله ما ادري، مو وايد، لا والله راعتني وايد، يمكن دفعت لي ب 6000 دينار توتال، 6 5 5 6، بس يعني لو مو هي كان والله فازوا علينا، بس فزنا عليهم. موجود معانا، موجود كان قايل حق واحد كلمه والله ناسي الكلمه بالضبط، بس شيء تافه مثل طير زين شيء كذي، يعني شيء مقارب حق طير زين، رافعين عليه قضيه وقاعد بالنيابه، ف عادي ترفع اللي تبي ترفعه، الميديا سوى وايد مشاكل والله، يعني شغل الدنيا، شغل القضايا، اشغل الناس يا اخي. كابتن، في واحد في النادي قال لي الوزن لعبه في يدك، جاني التهاب في الكتف والتهاب في الكوع، ايش في دكتور؟ عاده راح يعطيك مضاد التهاب، ممكن يعطيك جلسات شوك ويف ممكن يعطيك، ممكن ما ادري اذا يعطون الترا ساوند حق هالاصابات ولا لا، بس لازم تراجع، ممكن راح يقول لك الدكتور مع العلاج الطبيعي انه لا تتمرن بالفتره الفلانيه، بالفتره 4 اسابيع حق على الاقل حق الجزء هذا، يعني لو ايدك ممكن راح تتمرن بطن، تمرن فخذ، بس ما راح تمرن الجزء العلوي، لا تصير زين، بس انك بتقعد كذي تصير زين من الهواء، ما راح تصير زين من الهواء، لازم تسوي علاج طبيعي، لازم تاخذ مضاد التهاب، هذا التهاب كبير يعني. ابو ربيع قاعد يلعب كره، ابو ربيع ما راح يرتاح الا اذا تعور، يعني بسم الله عليه، يعني ما شاء الله وزنك 109 راح تلعب كره شلون 109؟ ما يصير، انت بروحك فريق، اي غلطه اي حركه غلط الركبه تسوي لك سلام عليكم، بس ما تلعب فخذ. طبعا الكره دائما تقول حق الربع وتقول حق نفسك بروح العب وقافي، انا وايد اسمعها هذه، وانا كنت اقولها بلعب وقافي، ما تلعب وقافي راح تلعب.
العمر 50 وابنائي 6 الله يحفظهم، ابا اخذ تيست، هل احتاج تنظيف؟ لا اخوي اخذ تيست لمن الله ياخذ امانته، يعني خذ تيست بالاسبوع واحده، واذا بطيق لك بعد جي اتش 2 يونت انا اضمن لك يعني علميا ها، والاعمار بيد الله، انه راح تعيش على الاقل 30 سنه زياده، يعني توصل ال 80 وانت وايد زين وايد زين وايد زين. مو انت المدرب الوحيد، درب مدربين؟ لا في مدربين يدربون مدربين، بس انا ادرب مدرب يدرب مدرب يدرب مدرب يدرب مدرب يدرب مدرب، والله العظيم والله العظيم يعني يدرب واحد يدرب واحد، هذا يدرب واحد، هذا يدرب واحد، هذا يدرب واحد، يعني سلسلة طويلة من التدريبات. بروبليت ما ينفع للكل، جربت شركات كثيرة شخصيا كلها مؤذية في مكان الحقن، وتعطيني شعور المرض، تعطيك لو جريد فيفر. نعم شركة واحدة راح انا اعطيك كفالة، اتوقع انت مجربها، المفروض انت تشتري من تاخذ يعني من هالشركة. امننس، اخذ امننس ولا تقزه، لا تشتف ولا فخذ ولا ورا، اخذ بيطان، شوف حياتك اذا كانت سعيدة بس امور طيبة، وثبت على الموضوع، ثبت على الموضوع. إذا واحد عمره فوق الأربعين يقدر نفس على البطولات؟ إيه طبعًا يقدر، يقدر. في أكو فئة ماستر، في فئة ماستر. أنا أخذ من عندك مولاي. إيه خلاص بروبنيت أخوي إمينس بالبيطان، بالبيطان لو سمحت. نوماد ممكن تسوي لو جريد فيفر، بس إمينس أعطيك ضمان ما تسوي. هل تفق نتاجة جدول نفس الماكروز بس واحد منهم فيه سكر أكثر من الثاني؟ لا نعم. اوف سيزن لا، اوف سيزن لا، اوف سيزن لا. بس شوف انا ابيك تتخيل معي، اوكي ابيك تتخيل معي الحين جدولين نفس الماكروز، حلو الكلام، حلو الكلام. هذا حاط الكربوهيدرات، النوعيات بطاط، باستا، رز، فاكهة، ممكن سيريلاك، ممكن رايس اوف كريم، حلو الكلام. هذا الشخص الاي، الشخص البي مستبدل كل الكربوهيدرات ببيبسي، جيلي، حلاو، عسل. هل انت منطقيا اترك لي، لا تقول لي دراسات ورب الكعبة بهذا، لا تقول لي الدراسات، هل راح يكونوا نفس النتائج؟ لا والله العظيم مو نفس النتائج. ليست جميع السعرات الحرارية متساوية، not all calories are the same. اللي يقولك نفس الشيء هذا نفسه ويتحول بجسمك، حولوك بخرابة إن شاء الله، لأن جربنا 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 يبنا يبنا وعطينا وجربنا، صارنا من كم الحين هذه السالفة قاعد نجرب فيها، صارنا أكثر من 5 سنوات، مو نفس النتائج يا أخوي، مو نفس النتائج أبدا 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 أبدا. نفس القيم من نوعيات مختلفة، نفس القيم حبيبي، نفس القيم، نفس القيم. هذا نفس مثلا هذا كربوهيدراته نت جرام 200، بس هذا الكارب ماله من مصادر طبيعية، رز ما في دهون، ما في سكريات مكررة، ياكل رز، بطاط، باستا، كينوا، بلا 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 بلا. هذا قاعد ياكل حلاو، ما حلاو نفس الشيء؟ لا 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 لا، مو نفس الشيء، مو نفس الشيء، مو نفس الشيء. لا تدور، لا تدور الطريقة الأسهل للوصول للأهداف، دائما الطريقة الأسهل ما توصلك. إذا كان سهل الكل راح يسويه. هذه كل جملة شو اسمه علي الحرز سلام الله عليه. أي والله يدورون السهل، يدورون السهل يا أبو علوة، ما يدرون ما يدرون ما يدرون. If it's easy anyone can do it. ولا شلون يا أبو علوة؟ هه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 
طعم ناري. جاوبت يا بطل، بس جيتش اخذ 2 يونت في الاسبوع، قصدي 2 يونت باليوم مو بالاسبوع، ما تقدر النملة تاخذ 2 يونت بالاسبوع، قصدك 2 يونت في اليوم، اي تقدر، اوكي ممتاز. ما ادري دزي جدول حق بطولة الرياض، ولا اشوف وجهك بالرياض، ولا اشوف وجهك ورب ولا تقرب، راح احذف عليك صخر وانت على الستيج. كابتن عادي هذا يعني ذكي، هو حركة ذكية انك يعني تسوي كذي لوي عشان اقرا السؤال، بس ما راح اقرا لان شوهت المنظر مال اللايف، فما هي حلوة قريت سؤالك بس ما راح اجاوبه لانه بايخ الطريقة. بايخة لان اذا قريتها راح يسوون نفس حركتك الشباب، وراح يصير هني وايد ازعاج باللايف، فما راح اجاوبه. يمكن جينات تفرق من شخص لشخص بخصوص النظام المرن. اي طبعا 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 اكيد تختلف، اكيد جينات رقم واحد اخوي، جينات رقم واحد هي العامل الاول، العامل المهم الاساسي واللي يتحكم كل شيء ويتحكم حياتك. راح تكون صعبه ولا سهله؟ والله اذا جيناتك خايسه حياتك راح تكون صعبه، اذا جيناتك حلوه تبوس راس ابوك، لان ابوك ورثك اياها، تروح تبوس راس ابوك وامك اليوم نعطوك جينات حلوه سهلت حياتك بالرياضه. اي والله اكتب سؤالك مره ثانيه بدون اشاره مرور، لا اشاره حمراء بعد اوقف يعني مو خضراء. ساعه 5 ننزل النادي لان بطني خلاص متروس. شوف شوف باميه، باميه هفيت، باميه هف يعني كليت باميه كني اول مره اكل باميه، اختلقت من الباميه. ما ادري تزن اكل لو كارب هذه خساره وزن، وياني مساك يعني مساك، لان انت لان انت في يعني مغذي مهم جدا ساحب على اخته اللي يسمونه الالياف. طبعا الحين الحل اللي راح تسويه، لان الحين بتاخذ الياف طبيعيه بتاخذ وقت طويل، المهم عدل برنامجك بحيث يكون في الياف رقم واحد. اللي حاط كرة تنس ذعتها راح أخليك تاخذ جرعات رامي، تاخذ من الصيدلية مكمل أو دواء اسمه نورما كول، إذا ما لقيت نورما كول أكو بديل اسمه أجيولاكس، نورما كول أو أجيولاكس، هاي عبارة عن ألياف. راح تاخذ لك قفشة لهوم الصبح مع ماي، قفشة لهوم بالليل مع ماي، وتاخذ بروبايوتيك من الصيدلية، بروبايوتيك من الصيدلية، لأن أنت مو مدخل ألياف، البكتيريا النافعة هذه تتغذى على الألياف، ماتت، موت الألياف أنت، موت عفوا البكتيريا، تحط علم السعودية، تحط علم الكويت، راح أعطيك بلوك المرة اللي جاية إذا سويت نفس الحركة. جي تي آر 35 ألفا 9 أور زدو 6 تيربو فول ستروكر، اذا تبي سياره تستخدمها انت وتستانس يعني وبشي خذ جي تي ار، لان ستروكر زدو 6 تسوقه بالفريج، بس حدك بالفريج. مودي كذا مشوار رايح نادي لا والله نادي قريب. اي والله كل نوادي الكويت معطيني بلوك. اي والله لا اكسجين مو معطيني بلوك، اكسجين ما معطيني بلوك، انا يعني اكسجين زحمه، اللي معطيني بلوك نادي واحد فقط بلاتينيوم، بس اكسجين زحمه ما اقدر اروح، وايد زحمه النادي، وما احب الاجواء ظلمه وكذي وما في ليتات، والمنطقه نفسها وايد زحمه، يعني صباح السالم تدشها عادي ساعتين عشان تطلع. يا اخي قوم صل المغرب، انت دش قوم صل المغرب، ايش فيك انت تنصح الناس قاعد باللايف تسولف، روح صل المغرب، مسوي نفس حاط لابس طاقيه ما ايش مسوي براسك.
شيء إيه شيء ما يصلي شيء يب. لحي في ناس يكتب شيء شيء يسني بطيخ توقي الله أكبر. لحين باقي على ذان ربع ساعة. باقي ربع ساعة ذاننا باقي ربع ساعة لحين شمس شمس يبين أصلي الحين الحين يبين أصلي ما يصير مو على كيفك. التهاب تنس ألبو نفس الحل مال الريال حاش التهاب تو سولفنا عنه ما عندك غير هذا الحل تروح تسوي علاج طبيعي راح يطول وياك تنس ألبو بعد أخس إصابة بالدنيا. بالربيع أخذ مركز شو بتسوي ماش بس برقص برقص شو بسوي يلا شباب نراكم غدا غدا نراكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم خدافس.